أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا في حلقة جديدة من حوار آخر. استأذنت حكومة الثورة شعبها لإطلاق فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية المجيدة مع بزوغ شمس اليوم الأول من الشهر تواصلا حتى خواتيمه، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى 63 للاستغلال. وقال رئيس مجلس الوزراء المفوض عمر بشير منيس حينما صدر بيان: يا شعبنا الغلاب، تمر علينا الذكرى الأولى لثورتنا المجيدة ونحن نشد الخطى نحو شواطئ الديمقراطية، ويدينا تمتد لحمل شعلة الخلاص وفي قلبها مرجل التغيير، وعلى حوافها تمتد ألسنة من لهب الثورة تضيء أرض بلادنا الأليفة. والجلال للوطن والشهداء آلاف التحايا. ذكرى الثورة تحقيق شعارات ومطالب. الثوار عنوان حلقة اليوم من حوار آخر مع ضيفي الأستاذ المحامي وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى اعلان حريه والتغيير والقيادي بقوى الحريه والتغيير. سويدي اهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك، التحيه لكم والتحيه عبركم لكل المشاهدين. نحن يعني هذه الايام بنطفي الشمعة الاولى لثوره ديسمبر. نعم. وهل ما زالت الثوره مستمره ام في تقديركم كقوى اعلان حريه وتغيير توقفت الثوره وبدات مرحله البناء؟ نعم، الثوره لن تتوقف. الثورة هي مشروع وبرنامج مستمر، لن تتحقق أهداف الثورة مرة واحدة، ولكن نقول نحن نسير في اتجاه تنفيذ أهداف الثورة العظيمة، ثورة ديسمبر. نحن في هذه الأيام سنكمل العام الأول لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، ويمكن أن نقول أننا تجاوزنا 3 أشهر أو 100 يوم من عمر الحكومة الانتقالية المدنية، وفي خلال هذه الفترة تم إنجاز بعض من أهداف الثورة ولا أقول كل، وقد بدأنا في شروع في تنفيذ بعض الأهداف المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كأهداف أو كبرامج للحكومة الانتقالية. لكن بالطبع الثورة لم تتوقف ولن تتوقف أيضا بانتهاء الفترة الانتقالية. كل ما تعمقت قيمة المدنية وكل ما شرعنا في إقامة حكم ديمقراطي تعددي حقيقي، أنا أفتكر أنه نقول إن إحنا لازلنا نسير في طريق الثورة وتحقيق أهدافها الكاملة. لكن أنا يعني في ملاحظة مهمة جدا، أنه كل يوم في مسيرات، في مطالب جديدة أمام الحكومة الانتقالية، فالقصة دي بتعزيها لإشنو أنت؟ أنا أفتكر أنه ليس من مصلحتنا أن تتوقف هذه المسيرات، وليس من مصلحة الثورة أن تتوقف هذه المسيرات، وليس من مصلحة الثوار أيضا أن تتوقف هذه المسيرات. هذه المسيرات دائما تذكر الحكومة بواجباتها، تؤكد أن روح الثورة لا زالت موجودة في الشارع، تقطع الطريق أمام كل الذين يفكرون مجرد التفكير للانقضاض على هذه التجربة الديمقراطية والتحول الديمقراطي والتحول المدني، وتؤكد باستمرار أن إرادة الشعب موجودة، الثورة يحرسها من صنعها وهم الموجودين في هذه الشوارع. وأنا أفتكر أنه أيضا من سمات الديمقراطية والتعددية هو هذه المظاهر التي يمكن أن تتمظهر في شكل مواكب، وقفات احتجاجية، أي لكن ممكن الديمقراطية تتحول لفوضى. يعني أنا برضو واحدة من المشاهد المهمة جدا بنشاهد مصالح حكومية، مؤسسات حكومية، مؤسسات حتى خاصة بيكون فيها العاملين بيطالبوا بيه توقف المدير أو سقوط المدير، هنا حتتحول الديمقراطية لفوضى. فكيف الموازنة؟ وممكن تدي فرصة للأحزاب تتدخل أيضا لإثارة بلبلة في سير الدولة بالعمل في الدولة. لا يمكن أن تتحول إلى فوضى، حتى في ظل النظام الذي أسقطته هذه الثورة، في ظل النظام البائد كان الذين يتمسكون بحقوقهم في الإضراب مثلا، على سبيل المثال إضراب الأطباء، كانوا يضعون شارع على صدورهم بطبيب مضرب ما عدا حالات الطوارئ، وبالتالي لا يمكن أن تتحول فوضى حتى بعد إسقاط النظام. مسألة المطالبة بإغالة مدير أو حتى وزير، أنا أفتكر أنه مطلب مشروع، ودي صيغة من صيغ الديمقراطية، علما بأننا وأنا على مستوى الشخصي أقول أنه برضو نحن بنتفق معهم في كثير من الأشياء. هم الآن انتقلوا من مرحلة إسقاط النظام إلى مرحلة البناء، وبالتالي لا يمكن الرموز الموجودة على قيادات الخدمة ومؤسسات الخدمة المدنية يكونوا من رموز النظام السابق ويكونوا راضين يعني. وبالتالي هذه المطالب
موجهة للحكومة حتى تعجل باستبدال هذه القيادات المرفوضة، أنا بفتكر ذاك المؤسسات، باعتبار أنها هي بتعبر عن سياسات نظام قديم تجاوزته الثورة، بتعبر عن طريقة تفكير قديمة تجاوزتها الثورة، وبالتالي لابد أن يحصل التغيير. لكن ما كل الحالات كل المدراء يردوا للنظام السابق، ونحن نخشى من أنه يتحول الأمر ذا لسنة. هو النظام السابق يعني عشان برضو نخلي للدولة هيبتها، لابد للدولة من هيبتها حتى في وجود الديمقراطيات. نحن الآن في مرحلة أستاذ وجدي دارين الشخصية السودانية تتطور نحو الديمقراطية، تحترم القانون وتعرف حقوقها. أظنك متفق معي في الحتة دي طبعا، لكن أنا ما شايف أنه في تجاوز للقانون في كل المسيرات التي تمت. ما في تجاوز للقانون، ما في تخريب، هم يمارسوا عمل أنا أفتكر أو يمارسوا في حق دستوري هو حق تعبير. الثورة ما قامت إلا بكفالة هذا الحق. وإذا في تفلتات، هذه التفلتات لا يمكن أن تحسب على قوة الثورة، ولكن أقول إنه هيبة الدولة، هيبة الدولة ليست في القمع يعني. وطبعا ما بين هيبة الدولة والحقوق، حقوق المواطن، أنا أفتكر إنه في تغبيش يعني. هيبة الدولة لا تفرض يعني بقوتها، وإنما تبنيها لقضايا الجماهير. يعني أنا الآن أقول لك هيبة الدولة الآن مشكلة في الحكومة مثلا. نحن إن شاء الله في الأيام الجاية حتجاز ميزانية العام 2020. هذه الميزانية في تغير كبير في مفاهيم وضع ذاته، إنه الآن هذه الموازنة ستكون النسبة الأعلى فيها للصحة والتعليم والخدمات، نسبة كبيرة جدا جدا. يعني مثلا على سبيل المثال نمسك الصحة والتعليم، الصحة كان النسبة بتاعتها في الموازنات السابقة لم تتجاوز 2.5 يعني إلى 2%، من 2 إلى 2.5. التعليم 1.5 إلى 2. كلهم ما فايتين لهم 5 أو 4.5%. الآن نحن انتقلنا الآن المؤشرات تشير بأن الصحة والتعليم والخدمات ستكون النسبة بتاعتها في الموازنة للعام 2020 حوالي 56. أفتكر ما في مقارنة، دي ثورة حقيقية. هذه الثورة الحقيقية في المفهوم ودور الدولة، أنا أفتكر ده بيخلي أنه فعلا للدولة هيبة حينما تكون مهتمة بمثل هذه القضايا، وليس الهيبة هيبة أمنية فقط. نعم، أنا ما أقدر أخش في موضوع الميزانية، هذا موضوع شوية فني تخش في وزارة المالية. لكن حتى ما يخص بالميزانية في كلام عن ربع الدعم كان من وزارة المالية، كده تصريح رسمي. ثاني ما حصل إلغاء الكلام، لكن حصل تعديل إنه والله يا أخي السلع الأساسية ما حيرفع عنا الدعم. القصة دي عم تربك للمواطن السوداني. صحيح. وإلى الآن الشارع في 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 خوف، وهلا كبير جدا رفع الدعم معناه والله رفع مني الوقود، معناه السوق طار السماء. فبرضو التضارب والتصريحات الحكومية دي الآن، أي يعني وإحنا ممكن نقول هاي في حصل تضارب بتاع تصريحات أحدث ربكة، أنا أفتكر إنه ده نقد مقبول. ممكن نقول نحن في الحرية والتغيير برضو إلى حد ما قادرين نتواصل إعلاميا بشكل ممتاز يعني مع المواطن، لكن فيما يتعلق بالدعم تم النفي المسألة دي طبعا بشكل رسمي. ليس هنالك أي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد البترولية. هنالك اتجاه حقيقي لمعالجة كل القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بالاعتماد، لن نعتمد على الهبات، سنعتمد على مواردنا الذاتية. السودان ده دولة غنية جدا جدا. نحن إذا كان في مشكلة واحدة بتواجه السودان، هذه المشكلة يمكن أن بشكل أساس نقول هي المشكلة بتاعت التحويلات المالية، التعامل مع البنوك العالمية. دي المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا. لكن نحن بثرواتنا إذا ما أحسننا إدارتها وكلها تمت من خلال القنوات الرسمية، نفتكر أنه نحن قادرين أننا نخلق نهضة حقيقية في البلد في على الأقل في الثلاثة سنوات دي. طيب أنا قلت ملف الإعلام، لكن حيوب بتركيز فيه كمحور، لكن أنا رجل ملف السلام. وملف السلام يعني من هذا الاستوديو في برنامج حوار اخر نصيف مجموعه من الاخوه في الحركات المسلحه ومجموعه من الاخوه العايدين، ويمكن يكون غالب الراي العام في انه بيتكلم عليه والله يا اخي احنا نرفض مشاركه الحريه والتغيير كقوه كطرف في مفاوضات السلام. فانتم موقفكم من القصه دي شنو؟ وبدأ تصهر تصريحات هنا وهناك، موقف الحريه والتغيير الان من ملف السلام، هل حتشاركوا؟ هل حتكونوا مراقبين؟ هل حتقيفوا تنتظروا ما تاتي به المفاوضات؟ تخلوا والله يا اخي الحكومه
التنفيذية هي التي تعمل؟ يعني من يقول هذا الغول، أنا أفتكر إنه الغول ده مردود له. أول حاجة أنت دار تتعامل مع منو؟ يعني الحكومة دي هي حكومة الحرية والتغيير، ومن اختارتها اختارتها قوى الحرية والتغيير، وهي تعمل لتنفيذ برنامج الحرية والتغيير. يعني ما عندنا حاجة اسمها دي حكومة ودي حرية وتغيير في جزيرة براها يعني. وأنا أفتكر إنه ده كلام ما بقدم. الآن نحن ملف السلام بنتعامل نحن كسلطة انتقالية ذات أضلاع ثلاثة أساسية، فيها مجلس السيادة وفوق مجلس الوزراء وفوق الحرية والتغيير. والحرية والتغيير هي التي تضع البرامج والسياسات، والحكومة تنفذ برنامج الحرية والتغيير اللي هو برنامج الثورة يعني. فأنا أفتكر إنه الكلام الزي ده نحن ما دارين نخش في معارك، ونحن بننشد السلام وماشيين في اتجاه السلام. القوة قوة الكفاح المسلح نفسها، نحن أفتكر إننا نحن لسنا في معركة، عشان نحن في تفاوض، والتفاوض ونحن قاعد نقول نحن في حوار حقيقي، لأنه قضايا الحرب والسلام، القضايا التي سببت الحرب أسبابها أنا أفتكر إنه إلى حد ما نكون متفقين حولها، الإجراءات والبرامج التي يجب أن تتخذ إلى حد كبير يمكن نكون متفقين فيها، في مسائل بعض المسائل المتعلقة بالترتيبات الأمنية والمسائل المتعلقة بال شكل المشاركة في السلطة الانتقالية أو غيرها بعد اتفاقية السلام. هذه هي قضايا التفاوض الممكن الناس تعمل لها خارطة الطريق للوصول إلى سلام دائم وشامل. لا نريد للمفاوضات الآن أن تناقش يعني قضية السلام بطريقة سطحية يعني. مثل ما كانت تناقش الحرية والتغيير ما حزب واحد ولا جسم واحد، الحرية والتغيير مجموعة أحزاب. نعم تمام. الحركات المسلحة دي هي تخشى إنه مجموعة الأحزاب لا تتفق فيما بعضها مكونة، في دار ضمان. طيب ما هي بالنسبة ذات للحكومة، ما هي ذاتها ما متفقة حسي. ما خلاص بالنسبة لا على سبيل بالنسبة المثال. للحكومة ما هي دي قصة تانية، ما متفقة دي قصة تانية. كيف بالنسبة لها المنطق بيقول إنه الحكومة التنفيذية برئيس الوزراء أو بالمجلس السيادي دي الجهة الرسمية بتتناقش معها. ما شوف فهي ما بتتقبل حرية التغيير، وهي ذات الحركات المسلحة بتوجه تفكير إنه حرية التغيير جزء منها. شوف أنا دار أقول لك حاجة، ما هو اتفاقية المفاوضات بتاعت السلام المرة دي الوضع فيها كبير مختلف عن كل المرات السابقة، لأن النظام ليس هو النظام، والحركات الآن نحن حينما نتكلم عنها نتكلم عن قوى الكفاح المسلحة، دي ذات اللغة جديدة. لماذا نقول هذا؟ لأنهم كانوا جزء من قوى الحرية والتغيير، ما كلهم طبعا، الجبهة الثورية على الأقل هي كانت جزء من قوى الحرية والتغيير، ولا زالت إلى أن تقول أنها هي ليست جزء من الحرية والتغيير. نحن نتعامل مع اعتبار أننا كلنا شركاء في الوطن، شركاء في هذه الثورة، وبالتالي حينما نأتي ونتحاور نتحاور في كيفية الوصول إلى سلام دائم في البلاد. القصة بتاعت إنه والله يا أخي ديل ما متفقين، نحن منو قال ما متفقين؟ نحن متفقين في الحرية والتغيير، وليست بيننا تباينات ولا اختلافات فيما يتعلق بقضية السلام على وجه التحديد. نحن كلنا مؤمنين بأنه لابد من الوصول إلى سلام حقيقي يوقف الحرب ويحقق السلام المستدام. في ذلك أيضا لا يمكن أن نتجاهل أصحاب المصلحة الحقيقيين من عملية السلام يعني، وبالتالي سنستصحب معنا حتى القوة الموجودة في مناطق النزاعات المتأثرين حقيقة بالحرب، سواء كانوا من النازحين واللاجئين ملايين ديل، وبالتالي كلهم أصحاب مصلحة. يعني في فرق بين إيقاف الحرب وتحقيق السلام. أنا في منطق دائرة استوعبه هنا، المنطق معكوس. ما إذا كان الحرية والتغيير هي التي أتت بالحكومة التنفيذية، حكومة السيد الدكتور عبد الله حمدوك، ليه أنتوا ما بتثقوا في المفاوضات بين الحكومة الموجودة أنتوا جبتوها أصلا، مجلس السيادة، المجلس السيادي أنتوا أصلا اتفقتوا عليه وعندكم فوق أغلبية تمام مع الحركات، يعني ليه تخشوا أنتوا حرية والتغيير؟ ما هي إما في عدم ثقة بينكم بين الحكومة الموجودة، أو عدم ثقة بينكم بين المجلس السيادي. لا طبعا أنا دار أقول إنه نحن بنثق في بعضنا تماما، ونحن نثق في حكومتنا. طيب السر في دخولكم شنو إذا بتثقوا؟ ما أنا خليني أشرح لك شوية. نحن بنثق في حكومتنا، وبنثق في كل السلطة، أجهزة السلطة الانتقالية، مجلس السيادة بنثق فيه تماما، بنثق في الحكومة، ولكن عملية التفاوض هي عملية يعني تستجد فيها بعض الأشياء، وبالتالي تحتاج إلى قرار سياسي. القرار السياسي ده الحاضنة السياسية لكل هذه السلطة الانتقالية هي قوى الحرية والتغيير،
وبالتالي وجود قوى الحريه والتغيير من ضمن الوفد المفاوض يسهل العمليه بتاعت الوصول الى قرار سريع، لاننا نريد ان نصل الى سلام خلال الست اشهر الاولى زي ما نصت عليها الوثيقه الدستوريه، وجادين وحريصين في ذلك، وبالتالي نحن بنعمل بكل ما نستطيع يعني في اننا نسهل عمليه الحوار والتفاوض، نسهل عملية الوصول إلى اتفاق، وبالتالي يكون كل صناع القرار موجودين في لحظتها. يعني دي ما عندها أي علاقة بعدم صيغة أو غيره، ونحن لا نشكك في أحد قد اخترناه. يمكن أن لكن برضو أستاذ وجدي، أنا ما أقدر أجرمك في الحوار ده، لكن برضو واضح من كلامك أنه الحرية والتغيير لا تثق كل الثقة في مقدرات الحكومة الحالية. لا ده كلام ما سليم. تكلمنا عن قرار سياسي، تكلمنا عن قرار سياسي. لا ما ده كلام ما سليم. يعني انت في فرق بين انه قدراتك على التفاوض وحقك في انا بتكلم عن التفاوض بس. لا انا ما التفاوض احيانا ما يعني بيحتاج لشنو؟ بيحتاج لقرار، مش كده؟ يعني احيانا تصل الى نقطه هي من ضمن النقاط التي لم يتم الاتفاق حولها، مش كده؟ مسبقا، لانك انت عمليه التفاوض هي عمليه مفتوحه، العناوين محدده، ولكن إلى ماذا تفضي هذه العناوين؟ أنا أفتكر بتقودك مرات إلى أشياء لم تناقش حتى، وبالتالي وجود قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية في عملية التفاوض دي مسألة مهمة. أضف لذلك أنه من المهم جدا جدا أنه ما تخرج به المفاوضات يجب أن ينال الرضا كل القاعدة، ولا أتحدث عن الحرية والتغيير. لذلك أشرت إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين سواء كانوا من النازحين أو اللاجئين أو كده، والآن المفاوضات الآن الوفود اللي بتمشي مستصحبة هذه الفكرة بما فيها الإخوة في قوى الكفاح المسلح نفسها. أستاذ ويدي، يعني من يجلس في مقعد هذا عليه أن يسأل أسئلة الطرف الآخر طالما ما عندنا طرف آخر. قوى الحريه والتغيير قبل قلنا هنا احزاب، يعني مثلا انت من حزب البحث، في من حزب الشيوعي، في من حزب الامه. مصير قوى الحريه والتغيير مع الانتخابات اين هل ستعود كلكم الى احزابكم، ام ستتحول قوى الحريه والتغيير صلاه دم جديد تتحول لحزب؟ لانه اجابه السؤال ده هو مخوف الحركات الان، وعامل برضه سؤال كبير، استفهام كبير جدا للقوى السياسيه الموجوده غير مشاركه بقوى الحريه والتغيير. طبعا نحن انا افتكر انه ما في شيء يخيف يعني او يخيف الحركات، لانه ما يتم التوصل له سيتم تنفيذه اثناء الفتره الانتقاليه، وبعد ذلك قبل نهايه الفتره الانتقاليه حينعقد مؤتمر دستوري. في هذا المؤتمر الدستوري مثل ما نصت الوثيقه الدستوريه سيتم التوافق ما بين كل مكونات الشعب السوداني بمختلف احزابهم وتياراتهم وغيره حول شكل الدوله. يعني شكل الدولة، لما نتكلم عن شكل الدولة دايرين دولة موحدة، دايرين دولة اتحادية فيدرالية، أم نريدها دولة مركزية، دي تحدد نظام الحكم برلماني أم رئاسي أم شكل مختلط، أم حتى ممكن نخترع نظاما جديدا. يعني ده كله مفتوح يعني بالنسبة للمؤتمر الدستوري. يعقب هذا المؤتمر الدستوري وبعد الاتفاق حول كيفية صناعة الدستور، وصناعة الدستور الدائم انتخابات. هذه الانتخابات هي الحرة النزيهة، هي بتأتي بمن اختاره الشعب السوداني، وعشان كده في كثير من القضايا اللي هي متروكة للمؤتمر الدستوري لم تشير لها الوثيقة الدستورية. أي لكن ما درجيك خلال هذه الفترة. طيب نحن القوى الحرية والتغيير هتكون إن شاء الله يعني ونعمل على ذلك إنه تكون هي الحرية والتغيير موجودة حتى نهاية الفترة الانتقالية موحدة بهذا الشكل. الـ أنا بفتكر إنه لا زال متماسك رغم إنه هو تجربة جديدة. متماسك ومحترم. وأكبر تحالف سياسي في السودان. لما تجي الانتخابات دي. لما نجي الانتخابات. ودي صالح ده حاجة انتخابات حرية والتغيير ولا حزب بحث؟ بس سؤال. ما ده أنا دار أقول شنو؟ هي دي ذاتها مسألة حتفرض بعد ذاك شنو كيفية التوافق ما بين البرامج، دي ذات النقلة. يعني ممكن تنشئ يعني الحريه والتغيير لانه فوق مؤسسات مجتمع مدني فوق مهنيين بنهايه الفتره الانتقاليه كل الناس ممكن يشوف. بالنسبه للاحزاب السياسيه نحن الان تحالف كتل، يمكن ان تحدث تحالفات يا اما بين هذه الكتل يا اما بين الاحزاب نفسها الغريبه للبرامج. فانا افتكر انه يمكن ان تحدث تحالفات، وانا بتمنى انه تكون في تحالفات كبيره. ما حدثت ما طبعا ده افتراض يعني، لكن اذا ما يعني هو اقرب للواقع. ما انت في السياسه دائما اسوء السيناريوهات واقرب السيناريوهات. كل حزب حقه انه يخوض الانتخابات. يلا ده الخوف الان حركات المسلحه انه انفصال انفصال انفصال، والحريه والتغيير كقوه ضامنه للحركه السياسيه الان.
مش ضامنه لتنفيذ الاتفاق. نعم الاتفاق ده ممكن يخلي الانفاق في مهب الريح بعد ده. لا لا الاتفاق ده ما اتفاق بتبرم دوله، وبنهايه الفتره الانتقاليه الحركات دي ذاتهم هم هيخوضوا الانتخابات، فقوة الكفاح المسلح دي هتتحول الى قوه مدنيه، ويمكن هي تتحالف فيما بيناتها او تتحالف مع احزاب سياسيه لانها ستتحول الى قوه مدنيه، وهي ذاتها ممكن تكون جزء من التحالفات. انا مستغرب لحاجه برضه ده حورت فيها كل الاخوه في الحركات المسلحه، في انه انتوا اذا كنت بتحتبروا نفسكم الحريه والتغيير جزء منكم، جزء منكم. والسلام الان بحمد الله تعالى اراده شعبيه. صحيح. يعني ما اراده حكومه، صحيح. اي زول في السودان ده السلام. انتوا ليه قاعدين في مفاوضات سلام؟ تعالوا الخرطوم والقوا السلاح وادخلوا. صحيح. هم طبعا السؤال البديهي يعني بيطرحه اي مواطن، انا الليله ده يا استاذ وجدي في الحوار ده داير اطرح كل الاسئله اللي بتدور في اذهان الشارع. هو صحيح المفترض يعني نظريا انه ما في شيء يخلي الاخوه في قوى الكفاح المسلح اللي بيمنع كلام العمل شنو طيب؟ لا ما هو حسي ما في شيء بيمنع. وانا بفتكر انه حتى الوثيقه الدستوريه نصت على حقهم في تكوين تنظيماتهم المدنيه وكذا. الان في وفود منهم جات وصلت يعني فعليا وموجوده داخل ده بلدهم طبعا، وهم لا يستاذنوا احد، هذا وطنهم والعاصمه دي عاصمتهم، وبالتالي هم من حقهم ان يمارسوا حقوق المواطنه مثلهم مثل اي مواطن سوداني. الشيء الوحيد اللي بيحتاج الى معالجات هو مساله الترتيبات الامنيه. وانا افتكر قوات دمج وتسريحها دي مساله فنيه، وهو موضوع من موضوعات الحوار والتفاول. ولذلك بيتكلموا يعني بيتكلموا الان الحركات، انا ما دايره اطول في ملف السلام كثير، لكن بيتكلموا عنه نحن لازم يكون جزء من الولاء، جزء من المجلس التشريعي. ماله من حقهم، انا افتكر انه من حق الاخوه في قوى الكفاح المسلح ان يكونوا جزء من الجهاز التنفيذي للدوله، ان يكونوا جزء من الجهاز التشريعي للدوله، وهذا حق لا مساس به. يعني انتوا هتستقبلوا الهياكل دي بعد لا ما بعد ما السلام؟ لا ما كده، يعني انا دار اقول انه فيما يتعلق بالنسبه للحكام او ولاة الولايات في ضروره حقيقيه انه الان يتم تعيين ولاء، تم التوافق على انه يتم تعيين ولاء مكلفين مدنيين. نعم لحين الوصول الى اتفاق سلام، لان الثوره يعني ادواتها وتنفيذها عليكم بالقصه دي شنو؟ بالنسبه للولاء المدنيين ديل المكلفين، نحن بالنسبه للولاء المكلفين اول حاجه نحن قلنا الولاء المدنيين لم يتم تعيينهم من قوى الحريه والتغيير بشكل مركزي، يعني ما احنا قعدت هنا نحن في الخرطوم ونقول الوالي فلان الفلان ونفرض على الولايات. طلبنا من الحرية والتغيير في الولايات انه يقدموا او يرفعوا لنا ترشيحاتهم متى ما توافقوا على شخص واحد، فهذا افضل اذا لم يتم التوافق على شخص حرية التغيير مرشح واحد. بلاحظ دو حرية التغيير برضه نعم كان ولاية ومركزي. ايوه لا لا يعني ما اشتركت المواطن، لا دي برضه نقطة مهمة جدا. لا ما المواطن هو المواطن ده هو عبر شنو؟ يعني نحن الحرية والتغيير عشان نشرح المسألة دي، الحرية والتغيير في بعض الولايات عندها تنظيمات غير مركزية، ما مشاركة حتى في المركز لكن موجودة في ولايات في أحزاب ولائية، هذه جزء من الحرية والتغيير في الولايات. المكونات الشعبية ليست على أساس، طبعا نحن ما بنتعامل على أساس قبلي أو جهة، ونتعامل وده شكل من أشكال على أساس قومي، على أساس قومي، إنه هذه المكونات السياسية بتضم داخلها كل المكونات المجتمع، وبالتالي حينما ترشح فإننا نكون قد استصحبنا حقيقة معانا شنو رأي المواطن. رفعت الترشيحات الآن، قلنا لو ما توافقوا على واحد يرفعوا 3 إلى 5. تم رفع الترشيحات، الآن هذه الترشيحات استلمتها التنسيقية المركزية وحالتها للمجلس المركزي وللاختصاص. المجلس المركزي من بين المرشحين حيختار، وثم توضع امام رئيس الوزراء للتعيين. يعني في وبالتالي كم القصه بتكون؟ وانا ما دار اقول يعني زمن محدد، لكن اقول قريب جدا جدا لحد بيت العام. يعني قريب ان شاء الله. طيب استاذ وجدي صالح، يعني هل تم التوافق على معايير عضويه البرلمان؟ نحن الى حد ما ممكن نقول تم الى حد ما، مع حوجة لبعض الإضافات. المعايير الأساسية شنو في الجسر؟ عقدنا ورشة متخصصة لكيفية تشكيل المجلس التشريعي، واضعين في الاعتبار أننا نحن في القوى الحرية والتغيير ولا ندعي أننا نمثل الشعب السوداني، لكننا نمثل قوى الثورة. طيب محتاجين لمجلس تشريعي لأننا نحن ما جايين بانتخابات، نحن جايين بشرعية ثورية
وبتأييد الشارع والقوى الثورية للحرية والتغيير، وبالتالي لابد أن يكون هذا الجهاز التشريعي أو البرلمان للفترة الانتقالية معبر عن كل الشعب السوداني. كيف يكون معبر عن كل الشعب السوداني؟ ده كان مواضيع ورشنا، يعني أنه كل مواطن سوداني خلال هذه الفترة الانتقالية، يعني إن لم يكن بالنسبة يعني نقول 100%، طبعا نقول غالب، يعبر عن غالب أهل السودان، وبالتالي لابد من تمثيل الفئات، لابد من تمثيل القوى السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، الثوار، الفئويين، المزارعين، والقطاعات الانتاجية، كل هذه الفئات يجب أن تجد نفسها داخل المجلس التشريعي حتى يكون المجلس التشريعي معبر حقيقي عن مكونات المجتمع السوداني. ده بشكل العام، لكن أهم ما في الأمر إننا نحن من ضمن الشروط بتاعة العضوية للمجلس التشريعي خدتنا إنه شرط العمر وضعنا 21 عام شباب. نعم بالضبط، نحن قلنا والله يا أخي 21 عام لماذا؟ الحد الأدنى. الحد الأدنى زمان طبعا كان 30 سنة يعني لما كان في ديمقراطية طبعا. نعم. أنا ما بقيس بالفترة بتاعت 30 سنة اللي فاتت دي، بقيس بآخر ديمقراطية في 85-89. طيب ليه 21؟ لأنه حقيقة نحن بنحتاج للشباب. الشباب هو الحاضر وهو المستقبل. الشاب إذا تم إشراكه في صناعة القرار وصياغة القوانين يمكن أن يكتسب خبرات، وبالتالي يمكن أن التدريب اللي بيتم له ده نستفيد أو تستفيد منه البلد سنين طويلة. يعني ما أجي أدرب لي زول عمره بتأهله. نعم بالضبط، ما أدرب لي زول عمره 55 سنة يعني عشان بعد 5 سنوات أنا ينزل معاش ينزل معاشه. أستاذ ودي، يعني أنت قانوني وأنا داير أفتح برضو معك ملف مهم جدا، ملف العدالة. حصل تغيير وتم تعيين مولانا عماد رئيس للقضاء، مولانا تيسير نائبا عاما وزير للعدل، لكن حصل برضو إلغاء بعض القوانين، وبتحس إنه إلغاء القوانين برضك مرة بانفعال من غير ما نقف في المزرعة الفنية كده. فبعض الناس بيفتكروا إنه والله يا أخي مثلا إلغاء قانون النظام العام دعوة صريحة جدا لفساد اجتماعي، وانه الناس برضه زي ما قلنا الديمقراطية دائرة تمرين مش صحيح، والسودان عشان نقوم نعيد الأخلاق السودانية القديمة محتاجين برضه لوعي ورغبة بتاع الدولة. ففي تقديرك وانت قانوني، وده سؤال فني يخصك جدا، يعني هل ما تم في العدالة الآن انتوا راضين عنه؟ أشوف أنا أول حاجة دار أقول إنه مسألة إلغاء القوانين وكلام ده ليه حد حس إن إحنا طبعاً ما لغينا قوانين كثيرة، يعني يمكن الكلام ده كله بيكون منصب حول قانون النظام العام في كل الولايات السودان. المسألة دي يعني حقيقة في تشويه ليها، قانون النظام العام ده في أو قانون الآداب العامة في بعض الولايات، هي أول حاجة ما قانون اتحادي، هي قوانين ولائية. هذه القوانين الولائية كان الغرض منها الأساس هي استعمالها ضد المواطن وتجاوز كل الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأخرى. أما كأفعال مجرمة، كأفعال مجرمة، هذه الأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي السوداني، وبالتالي ليس هنالك أي حوجة للجوء إلى قانون آخر يسمى قانون النظام العام. أضف إلى كده بعض النصوص الفضفاضة التي تضع السلطة التقديرية كلها في يد من ينفذ القانون، وبالتالي معيار نحن كقانونيين بنقول معيار النظام العام مختلف، ومعيار النظام العام مختلف من دولة لدولة ومن مجتمع لمجتمع ومن مدينة لمدينة، وبالتالي لا يمكن أنت حاجة معياريا غير منضبطة تضعها في شكل قانون في إطار واحد، في إطار واحد. نعم. ولذلك كان لابد من إلغاء هذه القوانين. أما عن مسألة رغبة الدولة، وبالتالي رغبة الدولة لن تزول، الدولة موجودة تراغب حقيقة، لأن القاعدة القانونية دي ذاتها هي حوجة اجتماعية، يعني ما في زول بينظر لو قانون. القصة دي خطرة، القصة دي خطرة، يعني ممكن تضعف حتى الأجهزة الأمنية نفسها، وممكن تخلي عدم احترام الأجهزة الأمنية نفسها. لماذا هل الأجهزة الأمنية لم تكن محترمة؟ دقيقة عشان نحن نكون ناس موضوعيين، هل الأجهزة الأمنية لم تكن محترمة طوال تاريخ السودان ده لحد ما وضعت هذه القوانين في التسعينات؟
الدولة السودانية هي دولة محترمة وقوانينها محترمة ومؤسساتها العدلية والقانونية كانت من ضمن المؤسسات المحترمة. ولا أنا قلت سواء أنت يعني القانوني الموجود في سردهات القانون المحاكم، لكن الإنسان المواطن البسيط قد لا يستوعب الكلام ده. ما لا واجبني، واجبي أنا وواجبك أنت كإعلام إن توصل للمواطن بالضبط نقطة دائرة تصل للناس. نعم. أيوة أنت متفق معي. أنا متفق معك، مهمتنا نحن سوا نقول للمواطن يا أخي قانون النظام العام ده ما كله زي. أيوة الزي ده قبل ما يضبط القانون ضبطه وقيم المجتمع. نفس البند المتعلق بالكلام الفضفاض ده منضبط موجود بنصوص منضبطة داخل القانون الجنائي، والنصوص الغير منضبطة داخل القانون الجنائي نفسها نحن منضبطة دي طبعا لغة قانونية، بمعنى انه نحن لما نضع النص القانوني بنقول والله القاعدة القانونية دي قاعدة مجردة وعامة. طيب مجردة كيف؟ مجردة لما نجي نحن نضع القانون ده بنقول القانون ده بدون ما نشوفه هنطبقه لمنو على منو، لكن لما نجي نطبقه نطبقه على الكل. صحيح. قوانين النظام ضد الفكرة دي، قوانين النظام عام وضعت حتى تطبق على فئة معينة من الناس. الفئة المعينة منو؟ كانت استهدفت بها كل الناشطين. قانون النظام العام، قانون النظام العام، لأنه إذا أنت دار تتكلم لي عن الفساد، يعني مثلا نجي نمسك على الفساد مثلا، أنت وقهر المرأة بالمناسبة وإذلال المرأة. لا يعني أساس يعني ويدي كده إذا المرأة كيف يعني زولة بتبيع عرقي مثلا هذه كده موجود في القانون بالداري السوداني ده موجود في القانون. انت جبتها قبضتها، جيت قبضتها بتبيع عرقي وناس وحول. انا شفت كم في اكثر من مره في المحاكم يعني. طيب ماله ديز لا 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 ما ده موجود في القانون الجنائي، ما ده كلامي. يعني القانون الجنائي يمنع شرب الخمر ويمنع بيع الخمر وتداول الخمر وحيازه الخمر وفوق عقوبات مشددة بالمناسبة. طيب لحظة نعم. فوق عقوبات مشددة جدا قوانين النظام العام للأسف الشديد مشت طوالي المنع والحاجات دي جابتها كويس، لكن عملت شنو؟ الغرض الأساسي كان تحصيل الأموال. وللأسف الشديد حتى الذين كانوا ينفذون القانون كانوا يتحصلون على نسب من هذه الأموال، وبالتالي أصبحت شنو؟ أصبح الهدف الأساسي ليس هو القضاء على الجريمة وإنما الحصول على الإيرادات. يبقى إنت لغيت القانون، قول أنا ما لغيت القانون لكن عدلته والقانون ساري 1-2-3 والجرم الآتي ساري 1-2-3. لا أيوة لا أنا ما متفق معي. لا من الناحية القانونية ما بقدر أقول ما لغيته لأنه ده كان قانون أيوة فصل، لكن بقول إنه نفس العقوبات نفس الجرائم دي مجرمة بموجب القانون. أي لكن الناس الشارع العام فاهم القصة اطلقت تماما يا سويدي. للأسف للأسف فاهمينها كده. فاهمينها كده. متفق معي مش؟ لا أتفق معاك فاهمينها أيوة. كده لأنه هنالك قوة. نكمل بعد الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ما يزال حضر ضيفي الأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، فكونوا معنا. عدنا من جديد أعزائي المشاهدين وما زلت في حضرة ضيف الأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير. أستاذ وجدي قبل ما نمشي لملفنا القادم اللي هو زيارة السيد حمدوك لأمريكا، أنت عندك باقي كلام مهم عن مسألة قانون النظام العام. أي نعم، يعني أنا قصدت أنه الذين يحاولون أن يصوروا وكأن إلغاء قوانين النظام العام دي كأن إن البلاد ماشية لانحلال وعدم أخلاق، وكأن قانون النظام العام هو الذي كان يضبط أخلاق المجتمع السوداني على العكس. أول حاجة أنا شدار أقول للشعب السوداني إنه كل فعل يتنافى مع قيم الشعب السوداني ومعتقداته الاجتماعية والدينية موجود في القانون الجنائي السوداني. هذا القانون القوانين التي ألغيت لأنها قوانين استثنائية وضعت في الولايات كان الغرض منها إذلال الشعب السوداني، وياما في أسر انتهكت حرماتها وأشخاص انتهكت خصوصياتهم بفعل هذا القانون الذي كان قانونا غير منضبط. خطأ في التطبيق حتى في الصياغة ذاته نفسه، حتى خطأ في الصياغة في التطبيق ولا حوجة له، لأن كل الأفعال اللي أنا بقولها موجودة. وبالتالي الذين يصورون بأنه كأن المجتمع السوداني بيلغى هذه القوانين سيكون في مستنقع الرذيلة وغير، أنا ده كلام ما صحيح.
وانا بقول الكلام ده ومسؤول عنه، وبقول انه الناس ديل هذه الدعوات هي دعوات سياسيه. نعم. ديل الذين سقطوا وسقطوا في نظر الشعب السوداني، يحاولوا يصوروا للشعب السوداني وكأن هؤلاء البدلاء الذين اتوا على بهذه الثوره العظيمه هم قوى تريد ان تشيع الانحلال الاخلاقي وغيره. وانا افتكر انه شعب الثوره دي كانت ثوره وعي. هذا الخطاب لن يمر في الشعب السوداني، نحن مع قيمنا، ولو لم نكن ندافع عن قيمنا لما اسقطنا هذا النظام، لان النظام ده هو الذي انتهك كل قيم الشعب السوداني وحاول ان يشوه وشوه فعلا صوره السودان في نظر الناس، وغلل من قيمة المواطن السوداني حتى، وحاول انه يخلي المجتمع السوداني كله يعيش لنفسه، مجتمع الانانية، ولذلك شاع الفساد والافساد والمفسدة، ودي حاجات ما اقدر اتكلم عنها. المواطن السوداني، الشعب السوداني كله طيب بيعرفها. يعني عشان الزمن، الوضع الاقتصادي سيء وكل مرة ماشي في تراكم اسوأ، والناس اصبحت تربط تطور الاقتصاد بتطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع السودان من اسم الدول الداعمة للإرهاب، ورفع السودان بالتقبيل تفضلت بالتحويلات البنكية المصرفية. فتقريبا السيد رئيس الوزراء حمدوك زار أمريكا مرة الثالثة، الزيارة الأخيرة شنو النتيجة منها؟ ولا ما حصل في المرة الأولى والثانية وفي الثالثة؟ طيب قبل ما أجي للزيارة، الاقتصاد مدهور صحيح من أولى أول أو من الأوائل القضايا التي يجب أن تعمل فيها الحكومة الانتقالية هي إيقاف هذا التدهور الاقتصادي والتركة ثقيلة، وبدون تفصيل الشعب السوداني عارف لماذا حدث هذا التدهور، لأن الفساد ضرب كل مؤسسات الدولة وكل ثروات البلاد. يعني بمراجعة بسيطة لكل منتجات البلد وثرواتها ممكن أن نصل إلى أن السبب الأساسي لهذا التدهور هو الفساد، وفساد السياسات، وفساد القوانين نفسها، لأنه كان في قوانين تغني للفساد للأسف الشديد وتشرع للفساد. يعني فساد لكن مغنم بموجب القانون، وفي ده الواحد ممكن يضرب أمثلة كثيرة، زي قانون إنشاء وحدة تنفيذ السدود اللي بيديها الحق في إبرام العقود وإبرام الغروض، اتفاقية القروض. يعني ده ولا سلطة الحكومة ولا سلطة الرئيس، دي سلطات البرلمانات. يعني انك انت تغرق البلد في قروض دي مدينها كان لمؤسسة ولشخص يعمل زي ما داير. فافتكر انه الفساد كان فساد في كل المستويات، وبالتالي كان لابد من الغاء هذا التدهور. الشيء دار اقوله في جانب الاقتصادي، نحن اغنياء، ثرواتنا كثيرة. على سبيل المثال، طيب اذا قلنا ثرواتنا من الذهب، الذهب ده يمكن ايراداته ان تصل، الذهب فقط ان تصل الى 9 مليار في العام بدون اي اجتهادات كثيره، يعني سواء التعامل مع هذه الثروه تعامل بشكل نشتري بسعر كويس من المنتجين، وان يمر هذا الذهب عبر القنوات الرسميه للصادر، ثم تعود عائداته زي 9 مليار، وكذلك الصمغ العربي 15 مليار. هذا 15 مليار نحن حاجتنا كم يعني في السودان؟ هذا فوق حاجه السودان من العملات الصعبه، وبالتالي نحن ديل 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 يعني زي ما بقول اثنين فقط، نحن لم نتكلم عن الزراعه ولا الثروه الحيوانيه ولا بقيه المعادن ولا كذا. يبقى نحن محتاجين اداره جيده لثرواتنا، سياسات جيده تشجع المنتجين. الاداره دي الان وفي نفس معلش حقاطعك، الاداره دي الان احنا في 3 شهور في وزير زراعه جديد، في 3 شهور في وزير معادن جديد، ما شفنا سياسات جديده للناس. انا زار سياسات وزار واقع، كلامه ده كله كلام ممتاز جدا، لكن ما في واقع، تحس انه في توهان حتى في في في, في الدوله نفسها، وبالتالي الناس ليها بالدولار ارتفع، ليها بانه والله الجنيه ده واصل التعويم بتاعه، ليها بانه ما زال السوق من غير رغابه، ما زالت الازمه الاقتصاديه طاحنه، ما زال المواطن بيعاني، حتى الوزراء ما في زول طلع للناس قال حاجه ولا بدا مشروع جديد. اي يعني انا دار في توهان في الجهاز التنفيذي اصلا، لا تستطيعين كارو ولا بيدري. لا يعني نحن ما نقول يعني توهان دي كثيره شويه، يعني احنا ممكن نقول في بطء في اتخاذ بعض القرارات. البطء لحظه، يعني ممكن نقول والله يا اخي النتائج الان ما ظاهره، لكن بقول انه ما ظاهره صحيح، في لانه المفترض المعالجات تمشي في اتجاهين، في اتجاه معالجات عاجله وفي اتجاه معالجات بعيده المدى. فيما يتعلق بقضايا الصادرات
والمسائل المتعلقه بالايرادات بتاعت الدوله ومن العملات وكذا، دي انا افتكر انه ما الحاجات اللي بين يوم وليله، لكن القرارات هي التي تمهد لذلك. بعض القرارات اتخذت من قبل المركز البنك المركزي، من وزاره الماليه، من وزاره التجاره والصناعه، يمكن وزاره الصناعه الان بقت تتكلم ووزاره التجاره انه نحن ما حنصدر سلعنا خام ثاني. الاتجاه ماشي كده، اننا نحن نعمل قيمه، نعمل قيمه اضافيه. نعم. يبقى عشان نعمل قيمه اضافيه محتاجين نشغل المصانع المتوقفه، وكذلك محتاجين انشاء مصانع جديده عشان تعمل زي ما بيقولوا قيمه مضافه، بدل ما نصدر لحوم حيه نصدر لحوم مثلا، بدل ما نصدر السمغ العربي بشكله الخام نصدر السمغ العربي وهو معالج منتج. انا افتكر انه دي بتحتاج لزمن، لكن نحن محتاجين اننا نمشي في الرايت تراك. بالنسبة للعملية بتاعت التجارة الدولية دي كلها ما ممكن تتم ما لم نخلق علاقات جيدة أول حاجة، وأنا زي ما قبل قلت لب الإشكالية عندنا هي التعامل مع البنوك العالمية والجهاز المصرفي العالمي، وعشان كده بتأتي زيارة حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية. الغرض منها شنو كان؟ الغرض منها طبعا بشكل أساسي هي توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشة بعض الملفات العالقة من ضمنها ملف التمثيل الدبلوماسي، وكذلك مطالب السودان برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك رفع العقوبات المفروضة على السودان. الاثنين ديل ملفين هامات جدا. النجاحات الجباشة، النجاحات أنا أفتكر أنه أكبر نجاح حققته الزيارة، ودي نسميها المردود السريع. يعني في مردود سريع وفي مردود يعني بتحصده بعد فترة. من ضمن المردود السريع أنه رفع التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية من قائم بأعمال إلى سفير. الولايات المتحدة الأمريكية طوال ال 25 سنة الماضية، ربع قرن من الزمان، تمثيلها في السودان قائم بأعمال. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ترقب في تطوير علاقتها بالسودان. الآن رفع هذا التمثيل إلى سفير يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مرات بما أطلوا، أمريكا ما كان عندهم ولا قائم بأعمال، برضه جوف في 2007 عملوا قائم بعمل. لا ما انا داري اقول يعني مدة الانغاز برضه الامريكان بيماطلوا، وعندهم تعبير بيقول لك والله تحت الاجره. لا انا بفتكر الاجره هذه بالمناسبه يا استاذ وجدي نقول منطقي، ما لحكمت الانغاز برا، حتى حكمت الصادر الماضي كانت تحت الاجره. لا احنا لا يعني ماذا اراد السودان الامريكي؟ دي علاقات ضعيفه. لا انا دار اقول نحن يعني اذا قلنا والله نحن دارين نتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه، ونقول والله يا اخي الولايات المتحده الامريكيه كل غيد الاجراء رفع التمثيل الدبلوماسي ده ما عنده معنى، انا بقول كلام ما صحيح. رفع التمثيل الدبلوماسي عنده رساله، لكن انا الشيء اللي بقدر اقوله والله هذه الرساله وحدها لا تكفي لتطوير العلاقات مع السودان. لابد من، نحن بنقول اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه بناء علاقات جيده مع السودان مبنيه على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كل مبررات فرض العقوبات الآن انتفت، نحن استوفينا يعني تماما كل الشروط. هذه الثورة العظيمة هي قضت على الإرهاب، مش أصبحت راعية للإرهاب. هذا التحول الذي حدث في السودان هو تحول نحو سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية، وبالتالي يعزز لقيم الحقوق والحريات ولقيم حقوق الإنسان، وبالتالي ونحن غدا سنحتفل ب 10 ديسمبر هو اليوم الذي صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنا أفتكر أنه بمراجعة بسيطة يمكن أن نكتشف أنه السودان الآن يعني انطلق نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واحترام الغير وغيره من المسائل الجوهرية، يعني المسألة المتعلقة بالمرأة، المسألة المتعلقة بحقوق الطفل، المسألة المتعلقة بالتزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية صادقنا عليها، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة الآن أن ترفع العقوبات بأسرع ما يمكن. طيب وبالتالي أنا لست مؤيدا لمسألة الإبطاء. طيب على ذكر حقوق الإنسان، أنت طلع منك تصريح رفضت مليونية 14 ديسمبر الزحف الأخضر، عندك تعليق على القصة؟ أنا طبعا بالنسبة لي أنا 14 ديسمبر التي يدعو لها المؤتمر الوطني، بالنسبة لنا المؤتمر الوطني مؤتمر محلول، حزب محلول، وليس هنالك وجود لحزب سياسي اسمه الآن المؤتمر الوطني في السودان. التجمع تحت هذه اللافتة بالطبع مخالف للقانون. إذا ما طلعوا مؤتمر وطني نقطة، خلينا، لا هي المؤتمر الوطني، إذا ما طلعوا مؤتمر وطني لحظة أنا خلينا أكمل كلامي في النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا. أول حاجة ليس من الطبيعي ولا من المنطقي، من الذي كان يحكم؟ كان يحكم المؤتمر الوطني وهو الحزب الذي يمثل النظام الذي أسقطته هذه الثورة. إذا كان المؤتمر الوطني سنجعله يدير لنا البلاد، والمؤتمر الوطني هو اللي حيظل باغي
بعد هذه الثورة العظيمة وبعد هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى أنه نخلي المؤتمر الوطني موجود، أنا أفتكر أنه هذا كلام ضد المنطق، وبالتالي التفكيك النظام هو بحل المؤتمر الوطني وحل كل واجهاته وبالتالي يصبح غير موجود. ده أمر الشعب السوداني، ده قرار الثورة. الشعب السوداني غرر يوم 11 أبريل تماما، انتهى بالنسبة له حاجة اسمها نظام، انتهى بالنسبة له حاجة اسمها مؤتمر وطني، وبالتالي القانون جاء ده قانون لإكمال قرار الشعب في حل المؤتمر الوطني وبعد من الساحة السياسية. وأي كلام غير كده بيبقى كلام ما عنده. طيب الذين يتحدثون عن الحقوق والحريات يعني لا يمكن، أنت كنت بتقتل في الناس لحد يوم 10 أبريل، شنو الدار اللي بيخليك تيجي تتكلم عن حقوق وحريات؟ ألا يكفي حق، نحن بنقول حق المواطنة. طيب ما يا أستاذ ويدي، حق المواطنة المنطق بيقول إذا أنت واثق من الشعب وندرة الشعب، خطوة خطوة معلش، أنت واثق من الشعب ودرة الشعب كويس، وإنه الشعب كله الأغلبية، خلينا نقول 80% من الشعب مع الثورة، 80% ال 20% دي بس هي التيار المؤتمر الوطني ده. 20% كثيرة، نقولها خلوهم يطلعوا كثيرة يعني. لا خلاص قول 10% خلوهم يطلعوا عشان تثبت إنك حقك شعارك حرية سلام وعدالة. طيب. وإنك ديمقراطي. ما هم إذا طالما حيعملوا لك حاجة طالما الأغلبية دي موجودة. شوف يعني هي الموضوع مش عملوا لك حاجة ولا ما عملوا لك حاجة. الإشكالية في إنك أنت تنظيم. هذا التنظيم أنت كنت بتمارس كل صنوف العنف والقتل والقهر والتعذيب والتقتيل. ما برضه في الشعب السوداني. لحظة. هي مش حق المواطنة مكفول. اي مواطن سوداني داير يحتج داير يقول ده مكفول للمواطن السوداني. انت النظام السابق ده نحن اسقطناك لانك قتلتنا، لكننا لا نريد ان نقتل. يعني هذه الثوره السلميه واستمسكت بسلميتها حتى الان. هم قتلوا ولكننا لم نقتل. انا عندي دقيقتين. عذبوا ولكننا لم نقتل. مهم جدا قبل ما نطلع. لا المؤتمر الوطني ده نقطه مهمه جدا. لكن برضه مزيد من الديمقراطيه خلوهم يطلعوا. بعد ذلك انتوا على الاقل شوفوا ميزان الشارع. حقيقة من المهم الضروري انك تعرف قوة خصمك عشان تتعامل. لا انا ما محتاج اعرف قوة خصمي، انا عارف انه هذا الخصم لا يمثل شيء ولا يشكل تهديدا. انا بقول ماتوا وشبعوا موت ولن يعودوا. الشعب السوداني فرض ارادته، لكننا لن نسمح باي تفلتات تمس امن واستقرار البلاد. الحريات والمصادرات في الاعلام، نعم، هل انت معه او غير معه؟ من الذي صادر حتى الان؟ بس انت معه ولا غير معه؟ لا انا مع حريه الصحافه من اهداف الثوره السودانيه، هذه الثوره العظيمه ان نحن نادت بحريه الصحافه وحريه الاعلام، وكذلك نحن لم نصادر ولن نصادر يعني ما حيصير تجريد للصحافه رغابه لها ثاني من جديد. لا هي اذا انت كنت تستند على تصريحات وكيل وزاره الاعلام او ما رشح خلال الايام الماضيه، نحن نتحدث عن المؤسسات التي انشاها النظام السابق. هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات إعلامية أو مؤسسات صحفية دي أسسها النظام ومن مال الشعب السوداني وبيصرف عليها إلى أن سقط. تقفلوها؟ لا ما قلنا نحن نقفل ولا ما نقفل، ده تقديرات بتعاد، لكن لابد لهذه المؤسسات إذا أصلا أنت يا أستاذ تؤمم يعني؟ إذا لا مش تؤمم شنو يعني، نحن ما عندنا موضوع الآن ما بتروح موضوع بتاع تأميم، لكن مال الشعب السوداني يجب أن يعود إلى الشعب السوداني. شنو اللي بيديك الحق أنت يا أستاذ عماد مثلا أنا مسجل الجريدة دي ولا المؤسسة الإعلامية دي باسمك وأنت ما دفعت ولا قريش وشايلها من الخزينة العامة، هل هي ملكك أم ملك الشعب السوداني؟ مصير يكون شنو؟ تعود إلى الشعب السوداني. كيف دي مسائل قانونية ستتم عبر القانون. اي مؤسسه اعلاميه اسست بمال الشعب السوداني وكان يصرف عليها او تصرف عليها الدوله تضع يدها عليها وتخليها تمشي كجهاز. لا ما خلاص تضع عليها يدها معناها شنو؟ لما تضع يدها ما معناها عادت الى الشعب السوداني، لان الدوله هي يد الشعب السوداني. لن تغلق يعني؟ يعني ده موضوع خاضع للتقديرات بعدك، تقديرات المؤسسات الحكوميه او اجهزه الدوله تستمر ولا ما تستمر. لكن دار تعمل اي صحافه، دار تعمل مؤسسه صحفيه، مؤسسه اعلاميه من مالك اعملها، ما في زول بيقول لك لا. استاذ ويدي انا بغض النظر عن الرؤيه اللي انت بتطلع ولسه الاسئله كثيره، لكن اذا الولايات المتحده الامريكيه لم ترضى عن السودان والقصه بتاعت زيارتك كثيره قلنا ما افلحت، هل في حل للاقتصاد السوداني؟ بس يا ايها الاولى طبعا عندنا حل. عندكم حل؟ ولا نستجدي احد. خلاص ما تعودوا على امريكا كثير. نحن لا نستجدي احد، انا دار اقول لك حاجه. هذه الثوره ثوره عزه وكرامه، وثرواتنا غادره بان تصنع منا
بلاد نفتخر بها ونعتز بها مثل ما نعتز الآن بهذه الثورة العظيمة. لكن عشان نعمل الكلام ده أنا أفتكر إننا لابد كلنا نتوحد في أن نخلق نهضة حقيقية وأن نجعل من السودان دولة محترمة بثورته بتنميته بقيمه. وعلى في أول أنا بفتكر إنه قيم وثقافة حقوق الإنسان التي ستسود إن شاء الله. شكرا لك وجدي صالح، كتر خيرك. الله يبارك. إذا عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار آخر مع ضيف الأستاذ وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير والقيادي بها، لحد ما نتقابل في حوار آخر. هذه عطر تحياتي وتحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.